اهلا بكم في فيديو جديد. المرة السابقة اتكلمنا عن استراتيجية لكيفية التعامل مع اي مسلسلة بتقابلنا، واتكلمنا عن المرة في هذا الفيديو ان شاء الله هنتكلم عن اولا اختبار الحد النوني. اختبار الحد النوني، اذا كانت المسلسلة سمشن من ان بتساوي 1 لما انها تكون متباعدة عندما ليميت للاي ان غير موجودة، او لا تساوي صفر. بهذا الملخص، لا تساوي صفر او does not exist اللي هي النهاية غير موجودة، وبالتالي المتسلسلة متباعدة. اذا كانت بتساوي صفر وبالتالي غير محدد اذا كانت متقاربة او متباعدة، فبنبحث على اختبار اخر. تعال نشوف امثلة. بيقول لي summation ان تربيع ناقص 1 على 3 ان تكعيب زائد 1 عندما ان تساوي صفر الى ما لا نهايه. نحصل على النهايه على الحد النوني، نلاقي انها بتساوي صفر، وبالتالي المتسلسله ما زلنا لا نعرف اذا كانت متقاربه او متباعده. المثال الاخر اللي هو سمشن سالب 1 اس ان زائد 1، نحصل على النهاية الحد النوني سالب 1 تساوي زائد 1. نلاحظ إن النهاية مذبذبة بين 1 وسالب 1، 1 وسالب 1، وبالتالي النهاية غير موجودة، وبالتالي في هذه الحالة نستطيع إن إحنا نقول إن المتسلسلة متباعدة. المثال الآخر سمشن إن زائد 1 على إن عندما الإن تقترب من 1 لما لا نهاية، وبالتالي نحصل على النهاية للحد النوني عندما الإن تقترب من ما لا نهاية، نلاقي إن هي بتساوي 1 لا تساوي صفر، وبالتالي في هذه الحالة المتسلسلة متباعدة. نلاحظ هنا قلنا البداية كانت n بيساوي صفر لما لا نهاية، لأن نستطيع إن احنا نعوض عن n بصفر في هذه الحدود، لكن هنا n بيساوي صفر لا تنفع، لأن ما ينفعش المقام يبقى فيه صفر. هنا n بتساوي صفر لا تقدم جديد، فلازم البداية تكون من n بتساوي 1، فناخد بالنا من البدايات لازم تكون بدايات صحيحة. المثال الآخر اللي هو سمشن على ان تربيع عندما ان نحصل على النهاية للحد النوني اللي هو ليميت على ان تربيع، طبعا تكون نهاية كبيرة لا تساوي صفر، وبالتالي أيضا المتسلسلة متباعدة. ده بالنسبة لاختبار الحد النوني. المتسلسلات نقدر نعمل عليها عمليات تجميع. فإذا كانت سمشن متسلسلة اي ام سمشن عليها بيساوي ايه، وبالتالي هي متسلسله متقاربه، المجموع بتاعها ايه، والمتسلسله بي ان سمشن عليها بي متقاربتين، وبالتالي المجموع للاي ان زائد بي ان نقدر نكتبه لمجموع الاي ان زائد مجموع البي ان اللي هو عباره عن ايه زائد بي. كذلك بالنسبه للطرح، كذلك اذا ضربنا ثابت في كل الاعداد للمتسلسله ايضا اقدر احصل على كي كعامل مشترك خارج التجميع، وبالتالي المجموع ده ايه، وبالتالي بيساوي كي في ايه. اما اذا ده في حالة ان ال A وال B متقاربتين. في حالة ان ال A متقاربة سمش على A ان متقاربة وال B ان متباعدة، وبالتالي السمشن على المجموع او الطرح او الضرب الثابت تكون متباعدة. تعال يعني نشوف مثال. بيقول لي اوجد مجموع المتسلسلة سمشن من ان بتساوي 1 لما لا نهاية، 3 أس ن ناقص 1 ناقص 1 على 6 أس ن ناقص 1. في الحالة ديت نبسط هذا المقدار بحيث إن احنا نكتب 3 أس ن ناقص 1 على 6 أس ن ناقص 1 ناقص 1 على 6 أس ن ناقص 1. نتعامل مع هذا المقدار بمفرده باستخدام هذه الخاصية summation للتلاتة على ستة اللي هي نص أس ن ناقص واحد، والواحد على ستة نتعامل مع كل واحدة على حدة بحيث إن هي تكون بالصورة ديت. فـ summation من إن بتساوي واحد لما نص أس ن ناقص واحد ناقص summation من إن بتساوي صفر لما نهاية واحد على ستة أس ناقص واحد. نلاحظ إن إحنا بنتعامل مع المسلسلة ديت، فهي مسلسلة هندسية والآر بتاعتها بواحد والإيه بواحد، طبعا الآر بنص والإيه بواحد. بنتعامل ايضا دي متسلسله هندسيه الار بواحد على سته والاي بواحد. نلاحظ ان في الحالتين الار اقل من او يساوي اقل من واحد، وبالتالي المتسلسلتين متقاربتين، المجموع
بتاع هذه المتسلسلة، واحد على واحد ناقص ار اللي هو بنص، وواحد على واحد ناقص واحد على ستة، وبالتالي اتنين ناقص ستة على خمسة، اللي هي الناتج النهائي أربعة على خمسة. أيضا مثال بيقول اختبر المتسلسلة ديت من ناحية التقارب أو التباعد. فأنا بقسم هذا المقدار إلى جزئين بحيث إن أنا أقدر أتعامل مع كل جزء ببساطة. خمسة على إن تكعيب ناقص اتنين جذر إن على إن تكعيب، نقدر نبسطها اتنين على إن أس خمسة على اتنين، بحيث إن أنا بتعامل مع خمسة بطلع الخمسة اللي هو الكي بطلعه بره السمشن، وبالتالي واحد على إن تكعيب بطلع الاتنين بره المجموع، وبالتالي واحد على ان اس خمسة على اتنين. نلاحظ ان المتسلسلتين عبارة عن مسلسلة بي. في الحالة دي البي بتساوي تلاتة اكبر من واحد، وبالتالي المتسلسلة دي متقاربة. في الحالة دي البي بتساوي خمسة على اتنين اكبر من واحد، وبالتالي ايضا هذه المتسلسلة متقاربة، وبالتالي حاصل الطرح للمسلسلتين متقارب، وبالتالي المسلسلة الاصلية متقاربة. ده بالنسبة للتجميع المسلسلات سواء الجمع أو الطرح أو الضرب الثابت والحد النوني. نبدأ بقى في صلب الاستراتيجية، في صلب الاختبارات، إن احنا نشوف أول غرفة اللي هو اختبار التكامل وإزاي بنتعامل معاه. اختبار التكامل، اختبار التكامل بيقول إذا كان الـ AN بتساوي F of N تحقق الشروط، الدالة F دي متصلة على الفترة من واحد لما لا نهاية، أيضا كل الحدود بتاعتها موجبة، أيضا تناقصية على الفترة من واحد لما لا نهاية، وبالتالي المتسلسلة سمشن اللي احنا عاوزين نعمل عليها اختبار تقارب أو التباعد، والتكامل المعتل بيكونوا الاتنين إما تقاربيين معا أو تباعديين معا. تعال نشوف مثال. بقول اختبر المتسلسلة سمشن من ان بتساوي واحد لما لا نهاية، واحد على ان تربيع زائد واحد. طبعا لو احنا جينا نجرب اختبار الحد النوني بحيث ان انا احصل على النهاية على الحد النوني ليميت ان بتقترب من ما لا نهاية لواحد على ان تربيع زائد واحد، الناتج هيعطي صفر، وبالتالي اختبار الحد النوني في الحالة دي لم يقدم جديد، لان انا ما زلت مش عارف المتسلسلات دي متقاربة ام متباعدة. ببدأ اجرب اختبار التكامل. الدالة المناظرة للـ AN هي الـ f of x واحد على x تربيع زائد واحد، طبعا الدومين واحد وما لا نهاية. نلاحظ ان هذه الدالة متصلة على هذه الفترة، ايضا كل الحدود موجبة، الدالة f تناقصية على الفترة واحد لما هي، طبعا بعرف ان الدالة تكون تناقصية من المشتقة الاولى تكون اقل من الصفر. نلاحظ المشتقة الاولى لواحد على x تربيع زائد واحد اللي هي على هذه الصورة، نلاحظ المقام دائما موجب، الاكس دائما موجبة لانها على الفترة من واحد لما لا نهاية، وبالتالي موجب في سالب يعطي ان الاف مشتقة الاولى سالبة، وبالتالي هذه الدالة تناقصية، وبالتالي حققت الثلاث شروط. نبدأ بقى نحسب التكامل المعتل على الدالة اف اوف اكس من واحد لما لا نهاية، واحد على اكس تربيع زائد واحد دي اكس بيساوي ليميت البي تقترب من المنهاية من واحد لبي، واحد على اكس تربيع زائد واحد بيساوي تان ماينس وان اكس، نحصل على النهاية نعوض بحدود التكامل، نحصل على النهاية يعطي باي على اربعة، وبالتالي التكامل ده متقارب. اذا المتسلسلة الاصلية الناتجة من هذا هذه الدالة ايضا تكون متقاربة. ده بالنسبة لفكرة اختبار التكامل. طبعا لازم نلاحظ ان السمشن للمتسلسلة لا يساوي قيمة التكامل، لان هنا الدومين بتاعي على كل قيم اكس من واحد لما لا نهاية، انا فقط هنا بجمع على الحدود للاعداد الطبيعية فقط، واحد واثنين وثلاثة واربعة، فطبعا دي لا تساوي ديت، ناخد بالنا من هذه الفكرة. مثال اخر بقول لحدد اذا كانت المتسلسلة واحد على جذر ان زائد اربعة متقاربة او متباعدة. طبعا اذا حسبنا الحد النوني هيعطي صفر، وبالتالي اختبار الحد النوني لم يقدم جديد،
نبدأ نبحث اختبار التكامل، الدالة المناظرة f of x بتساوي 1 على جذر x زائد 4. نلاحظ ان هذه الدالة متصلة على الفترة 1 وما لا نهاية، حدودها موجبة، الدالة تناقصية، وذلك بالمشتقة الأولى تعطي أقل من صفر. ده بالنسبة للشروط الثلاثة. نبدأ نحسب التكامل من 1 لما لا نهاية للدالة، يعطي بهذه الصورة، نعوض بالنهاية يعطي الناتج ما لا نهاية، وبالتالي التكامل متباعد، وبناء عليه تكون المتسلسلة متباعدة. ده بالنسبة لاختبار التكامل. ملحوظة، إذا كانت المتسلسلة على الصورة مثلا 1 على n ناقص 3، n من 1 لما لا نهاية، نلاحظ عندما ال n بتساوي 3 الدالة المناظرة f of x 1 على x ناقص 3، نلاحظ ان عندما الاكس بتساوي 3 الدالة دي غير متصلة، ولكن بنتعامل مع هذه المشكلة ان احنا بنبدأ التكامل من 4 الى ما لا نهاية. يعني انا بتعامل او بلغي اول 3 حدود بحيث ان انا اللي هم مسببين المشكلة، وببدأ اتعامل مع الحدود من 4 إلى ما لا نهاية بحيث إن أنا أزيل مشكلة عدم الاتصال. طبعا إزالة الحدود هنا من n لما لا نهاية، فهي ما لا نهاية من الحدود، حدود غير منتهية. إن أنا أزيل مجموعة حدود 5 6 10 حتى 100 حد لا يؤثر في المجموع الكلي لهذه المتسلسلة من ناحية التقارب أو التباعد. فأنا في النهاية مش بحسب مجموع، أنا بحسب سلوك المتسلسلة ديت، هل هو متقارب أو متباعد، وبالتالي بتعامل معاها إن أنا ببدأ من الحدود، من في هذه الحالة ببدأ من الحد الرابع. ده بالنسبة لاختبار التكامل. المرة القادمة إن شاء الله نتكلم عن الجزء الباقي من الاستراتيجية اللي هو اختبار المقارنة. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.